وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد سركيس، بعد التحية، ما هي التوقعات للفيدرالي الأمريكي بعد ندوة أو بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بالنية بالاستمرارية في ارتفاع أسعار الفائدة؟ نهاركم سعيد. بالفعل 8 دقائق من تصريحات الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي قلبت الأسواق العالمية رأسا على عقب، حيث أن هذه التصريحات تعتبر تصريحات تاريخية، وقد تكون هي الأكثر شدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العصر الحديث. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول واضح جدا تجاه إشارته بتوجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات التضخم من خلال الاستمرار برفع أسعار الفائدة. الأسواق المالية حاليا شبه متأكدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس الشهر المقبل، بل وتتوقع أيضا الاستمرار برفع الفائدة. هنالك أعضاء في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.75% مع نهاية هذه السنة، وهذا كله إشارة واضحة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عازم على الاستمرار في رفع الفائدة، بل وتغيرت أيضا توقعات استمرارية رفع الفائدة والحفاظ عليها في مستويات مرتفعة. فالأسواق سابقا كانت تعتقد بأن الفيدرالي بالفعل سيرفع الفائدة، لكن في نقطة قريبة قد يعاود ويعكس هذه العملية ويخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. لكن الآن الأسواق المالية تتوقع بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة وقد يبقي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة من الزمن. وعلى رأي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يتم إعادة الخطأ الذي ارتكبه الفيدرالي في سبعينات القرن الماضي، وهذا ما يبرره جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال تصريحاته التي وصفت بالتشدد الكبير تجاه رفع الفائدة في سبيل خفض معدلات التضخم التي ما تزال مرتفعة عند 4.6% بحسب مؤشر كور بي سي اي المفضل للفيدرالي، بينما الفيدرالي يرغب بأن ينخفض التضخم إلى متوسط 2%. وهذا كله دعم الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنحو 0.17 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي. نعم سيد سركيس، أيضا تصريحات جيروم باول، كيف تحرك معها الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي تحديدا يوم الجمعة بعد هذه التصريحات؟ الآن يوم الجمعة الماضي كان يوم تاريخي كما أشرت، بأن الفيدرالي شدد على رفع الفائدة. تجاوب الدولار بالإيجاب مع هذه التصريحات، حيث تم طلب الدولار كملاذ آمن، حيث شهدنا يوم الجمعة الماضي انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، انخفاض حاد في شهية المخاطرة وفي ثقة المستثمرين، مما تسبب بتدفقات نقدية كبيرة لطلب الدولار مقابل سلة من العملات، مقابل الأسهم، مقابل العديد من الأدوات الاستثمارية. فتوجه المستثمرون إلى السندات التي ارتفعت عوائدها، توجه المستثمرون إلى الدولار، مما أدى إلى استقراره قرب أعلى مستوياته منذ نحو 20 عاما. فحقق الدولار 0.7% من المكاسب أمام سلة العملات الرئيسية. نعم سيد سركيس، سأنتقل معك نحو بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع، كيف من الممكن أن تؤثر على الدولار وتؤثر أيضا على قرارات الفيدرالي الأمريكي؟ الآن بالنسبة لبيانات الوظائف، هي واحدة من البيانات المهمة جدا بالنسبة للأسواق المالية من أجل تقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، ومهمة بشكل خاص للفيدرالي الأمريكي لأنها تعطي انطباعا مدى استقرار أسواق الوظائف. الآن تشير التوقعات بأن الجمعة الماضي ستصدر بيانات البطالة لتظهر استقرار معدل البطالة عند 3.5%، وهذا ما قد يدعم فكرة الفيدرالي بأنه حتى لو تباطأ الاقتصاد فيجب التركيز على معدلات التضخم. هذه البيانات إن جاءت بإيجابية يوم الجمعة المقبل قد تكون أيضا داعمة للدولار الأمريكي. أود الإشارة إلى أننا أيضا خلال الأسبوع سنكون مع بيانات معدل دوران العمل في الولايات المتحدة، وكذلك الوظائف المستحدثة في القطاعات الخاصة إلى جانب الوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية. كل هذا المزيج على مدى هذا الأسبوع
اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ستكون ذات تأثير ملموس على الأرجح على الدولار الأمريكي، وإيجابية البيانات قد تعني أيضا إيجابية في تحركات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات. نعم، بما يتعلق كما ذكرت تداول الدولار مقابل سلة من العملات، وصل اليورو تداولاته دون مستوى التعادل مع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما هو المتوقع في ظل توجهات البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؟ نعم، أعضاء البنك المركزي الأوروبي كما تفضلت صرحوا وأشاروا بشكل واضح بأنه ربما يكون من المهم رفع الفائدة. هذا الأسبوع نحن في انتظار بيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ نشأة منطقة اليورو عند 9%. هذه البيانات ترجح بالفعل رفع الفائدة، لكن ما نراه حاليا هو أن اليورو يتداول ما دون نقطة التعادل. انخفض اليورو الأسبوع الماضي ب74% أمام الدولار، هذا كله سببه الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي بالفعل سيرفع الفائدة، لكن قد لا يضاهي رفعات الفدرالي الأمريكي المقبلة لأسعار الفائدة. أخذين بعين الاعتبار الفدرالي حتى هذه اللحظة رفع الفائدة أكثر من 200 نقطة وعازم على رفعها أكثر من ذلك، بينما المركز الأوروبي رفعها بنحو 50 نقطة أساس. وهنا تتضح لنا فروقات أسعار الفائدة بين المركز الأوروبي والاحتياط الفدرالي الأمريكي، مما قد يبقي على أي اتجاهات صاعدة لليورو محدودة نسبيا، وقد يبقى الاتجاه الهابط الإجمالي على اليورو مقابل الدولار. ولا أستبعد أن نرى 98 سنت خلال هذا الأسبوع على اليورو أمام الدولار الأمريكي. نعم، أيضا سيد سركيس، اليوان الصيني تراجع مقابل الدولار في ظل قرارات بنك الشعب الصيني بتخفيض أسعار الفائدة، هل نتوقع مزيدا من الهبوط في اليوان في ظل سياسة نقدية متساهلة من بنك الشعب الصيني؟ لا أستبعد المزيد من الهبوط في اليوان الصيني. بالفعل بنك الشعب الصيني مستمر بتحفيز الاقتصاد، لأن الاقتصاد الصيني قطاعاته تباطأت بعد إغلاقات كورونا التي حصلت خلال النصف الأول من هذه السنة. لكن يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار بأن اليوان الصيني ارتفع خلال 2021 بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، وحاليا الانخفاض يعتبر نسبيا طفيف. اليوان الصيني يتداول حول 6.8 يوان لكل دولار أمريكي واحد منذ فترة من الزمن. أعتقد بالفعل بأننا أمام المزيد من الانخفاض باليوان الصيني، لكن هذا الانخفاض قد يكون ضمن المستويات المتعارف عليها والتي شاهدناها بالأصل خلال 2021. نعم، محلل أول في أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك.